السلام عليكم. اليوم راح نشرح المحاضرة الخامسة من محاضرات الأناتومي of the Digestive System، اللي راح نتكلم عن السبلين والليفر والبيلاري سيستم والسيلياك ترانك. أول شيء سويت الخلفية بيضة هالمرة، وحخلي تصويت بالفيديو إذا يا هي أحسن البيضة والسودة. على العموم هسه خلينا نبدأ بالمحاضرة. أول شيء بالمحاضرة بدل بالسبلين. السبلين اول شيء يقول انه هو همين احنا نعرف انه هو مو من الشيء يسمونه مو not part of the digestive system، بس هو مع ذلك موجود بالفورغات، فلهذا ناخذه ويا الابدومن. بس هو يعتبر الليمفاتيك اورجان، مطينا مثلا هنا مساحته 12 في 7 سنتيمتر اورجان located between the back of gastric fundus on the left dome of the diaphragm. خلينا نطلعها بكمبليت اناتومي على مود تبين. هسه اللوكيشن مالته يقول لك on the back of the fundus، مثل ما تشوفون هاي between the back of the fundus اللي هو البارت مال من المعدة اسمه الفندس superior part مالتها اللي هو هذا، مثل تشوفون هاي موجود بالباك مال الفندس and the left dome of the diaphragm، هذا the left dome of the diaphragm يعني صاير between fundus الفندس مال المعدة والleft dome مال diaphragm اللي هي القبة اليسرى مال الدايفرام، هو بنصهم صاير between them. ويقول لك انه it got the gastrosplenic and leno-renal peritoneal ligaments، مثل ما تشوفون بهاي الصورة هذا gastrosplenic ligament اللي هو يربط السبلين بالمعدة، هذا gastrosplenic ligament بالإضافة إلى spleno-renal ligament من اسمه spleno-renal يربط السبلين بالكدني هذا، وهنا أنا أكو بداخل هنا موجود arteries و veins، بس هنا بالمحاضرة ما ذاكرها فما يعني من نتطرق هواي. هسه بالسلايد الثاني يقول لك the spleen is normally impalpable، ما نقدر نتحسسه بالحالة الطبيعية، لكن نقدر نتحسسه إلا إذا ضاعف حجمه 3 مرات. هنا أنا إذا ضاعف حجمه 3 مرات حنقدر نحسه وين؟ بالleft costal margin، هاي left costal margin، هاي left costal margin هنا أنا حنقدر نحسه، يعني نخلي نتحسس بيدنا نحط ايدنا بهاي المنطقة راح نقدر نحس اكو انلارجمنت او شيء غريب. هسه البوردرز مال السبلين، السبلين عنده 4 بوردرز، السوبيريور بوردر اللي هو هذا او هذا السوبيريور بوردر، هذا السوبيريور بوردر بي سبلينك نوتش، فهنا بالمحاضرة كاتب نوتش يعني بي نوتشز ذني، مثل هاي النوتش وهاي النوتش وهاي النوتش الخسفات ذني نسميها النوتشز. لور بوردر اللي هو الانفيريور بوردر اللي هو هذا او هذا نفسه اللور بوردر مال سبلين. ثالث شيء عندك الانتيرير بوردر، الانتيرير بوردر اللي هو من هاي هذا البارت اللي هو الانتيرير بوردر. وثالث شيء او العفو رابع شيء المارجو انترميديا او الانترميديت بوردر اللي هو هذا الانترميديت بوردر، هذا البارت هو الانترميديت بوردر. اون ذا فيزرال اسبكت اللي هي هاي الفيزرال اسبكت، هذا اللي ما نقدر نشوفها من هاي الجهه الا من هاي الجهه اللي هي هاي، هو هذا نقدر نشوفها بس بالفيزرال اسبكت او الفيزرال سيرفيس. هسه سيرفيسز اند ريليشنز، اول شيء عندنا تو سيرفيسز هو الدايفراغماتيك سيرفيس والفيزرال سيرفيس. فهسه اول شيء الدكتور بدا بالدايفراغماتيك سيرفيس، الدايفراغماتيك سيرفيس اللي هو صاير بجهه الدايفرام. هسه خلينا نطلع بكمبليت اناتومي، هذا الدايفراغماتيك سيرفيس صاير باتجاه الدايفرام، هذا ريليتد تو ذا الرب التاسع والعاشر والدعش. لأن بكمبليت اناتومي شوية صاعد عندهم السبلين، ما ادري ليش يشم صاعدي، ظاهر اختلاف مصادر، بس اعتبروا انه الرب هنا المفروض منا يجي، هسه انا شايله منا لهنا اللي هو الرب التاسع وهذا الرب العاشر وهذا الرب الدعش، وما عندهم هيك شيء يعني مثل ما قلت لكم كومبليت اناتومي ما مبين هيك، بس هو مثل ما مذكور بالمحاضرة هيك يعني بين الرب التاسع الى الدعش. هاي همين هنا تشوفون هذا التاسع هذا العاشر هذا الدعش، هاي بحسب هاي الصورة. الفيزرال related to the stomach والleft kidney والleft colic flexor and pancreatic tail. هسه بقى قلنا related to the stomach، ها هو هاي الفيزرال surface، هاي الفيزرال surface مال spleen related to the stomach مثل ما تشوفون هاي الستومك، and tail of the pancreas هذا tail of the pancreas left colic flexor
او فلكشر، ما متاكد من اللفظ. هذا هو، هذا اللي هي الطويه او اللوفه مال الكولون، مال الكولون ولا مال الغليظه، هي هيك طبعا، مو هيك هيك صار، اللي هي هنا همين ريليتد للفيزرال سيرفيس، بالاضافه الى الكدني. هنا الكدني مو كلش مبينه انه هي ريليتد للفيزرال سيرفيس، بس يعني الى حد ما يعني يجيبون مثلا الكدني هيك يدفعوها او السبلين هيك يجيبوه، يعني يصير ريليتد، او اكيد هو مو مضبوط 100%. فمثل ما حسب ما مكتوب بالمحاضره يعني نقول انه الكدني ريليتد تو ذا فيزرال سيرفيس، وهي همين حتى كومبليت اناتومي هنا مثل ما تشوفون يعني اكو ريليشن الى حد ما. سبلايد باي ذا سبلينك برانش اوف ذا كو ايلياك ارتري، بس خل اشيل الدايجستيف. اي supplied by splenic branch of the coiliac artery او coiliac اي coiliac artery، هذا splenic artery splenic artery مال coiliac trunk او ciliac trunk نفس الشيء، بالاضافة الى splenic vein اللي يسوي الدرين للسبلين ويصب بالhepatic portal vein، او مثل ما كاتب بالمحاضرة بالportal system اللي هو نفس الhepatic portal vein part منه. هسه الارتري اللي هو سبلينك ارتري اللي يروح للكولياك الكولياك ترانك او الكولياك ارتري، او نفس الشيء سيلياك ترانك او سيلياك ارتري اللي هو هذا، وهذا السيلياك ارتري يروح للايورتا، هاي بعد ما لنا علاقه بيها. ثالث شيء درين باي ذا بانكرياتيكو سبلينك نوز تو ذا كوليياك لينف نود، يعني راح يروح من هنا اكو لينف نودز مال سبلين، هنا هو يعني موجود هنا بس ماكو الكوليياك lymph nodes، حتى هنا أنا غير اسم يعني مثلا هاي هنا نسميها splenic lymph nodes، هاي splenic lymph nodes نسميها هنا. على العموم هو من البنكرياتيكو splenic nodes للcoeliac lymph nodes. coeliac lymph nodes على الأغلب حتكون هنا يعني حسب الاسم مالتها حتكون هنا بيم الcoeliac artery. واخر شيء السبلينو ميغالي، السبلينو ميغالي هو يصير انلارجمنت بالسبلين بالدايركشن مال انتيرير بول مالته اللي هو هذا الانتيرير بول مالته، فلهذا قلنا وين حنحسه بالليفت كوستال مارجن، باعتبار انه شيء يسمونه الانتيرير بول مالته هو من نقدر نقول من جوا، فراح يكبر من جوا ويروح باتجاه بهذا الاتجاه، ونقدر نحسه بالليفت كوستال مارجن. نيدز 3 times its size to peep from the below the left costal margin، يعني مثل ما قلنا يحتاج يكبر ثلاثة أضعاف حجمه، might reach the RIF أو الشي يسمونه ال right iliac fossa. هسا وصلنا للليفر، هسا الليفر بيس upper surface و lower surface. ال upper surface تكون بمحاذاة الرب الرابع اللي هو هذا ال fourth رب، طبعا هنا أنا بهاي الصورة هذا الفيفث رب مو الرب الرابع، بس مو الرب الرابع بس يعني أنا دام أشيها باعتبار إنه بالمحاضرة هو قال الرب الرابع، فوقها هو حاط نفس الصورة يعني المشكلة هنا. على العموم بمحاذاة الرب الرابع بالإضافة إلى بالميدل لاين تكون بمحاذاة الزيفويد بروسس اللي هو هذا، وعلى اللفت تكون منطقة شو يسمونه الانتركوستال سبيس مال الرب الخامس اللي هي هاي fifth intercostal space. اما lower border فيكون descending، مو يكون descending فراح يطلع من خلال اول شيء هاي عندنا left costal margin، فراح يمر بالleft costal margin بمحاذاة الرب الثامن اللي هو هذا، وطبعا هنا هذا الرب السابع بس همين هو كاتب بالمحاضرة يعني محاذاة الرب الثامن، فنمشي نقول هذا الرب الثامن، هذا بمحاذاة الرب الثامن. وبال شي يسمونه بالرايت كوستال مارجن هنا راح يكون بمحاذاة on the tip of the ninth rib، هنا هاي صحيحة the right costal margin at the tip of the ninth costal cartilage. وآخر شيء يقول لك part من الليفر بالضبط من left lobe مال الليفر اللي هو هذا left lobe will be exposed اللي هي هاي المنطقة بين الزيفويد process والأمبليكس. هسا surfaces، surfaces مال الليفر عندنا اثنين surfaces diaphragmatic surface بالإضافة إلى شي يسمون diaphragmatic surface بالإضافة إلى visceral surface، هاي visceral surface وهذه diaphragmatic surface، هاي كلها diaphragmatic surface. هنطلعها هسه على complete anatomy، هسه هاي المنطقة المتغطية كلها المتغطية بالشي يسمونه diaphragm، هاي diaphragmatic surface، وهاي المنطقة ما متغطية بالdiaphragm خلينا نشيل هسه المصص، هاي المنطقة اللي هي visceral surface.
هسه diaphragmatic surface. diaphragmatic surface بيها أول شيء anterior part، خلنا نرجع هنا اللي هي هاي anterior part مال diaphragmatic surface، هاي anterior part مال diaphragmatic surface related to the right costal margin وdiaphragm والanterior abdominal wall. خلنا نضيف ال شو يسمونه هاي right costal margin اللي هي هاي right costal margin، الanterior abdominal wall أكيد راح تكون related للanterior abdominal wall بالإضافة إلى الدايفرام، وإحنا شفنا الدايفرام. وثاني شيء superior surface. superior surface اللي هو هذا surface، هذا surface يكون related للدايفرام، يكون related للدايفرام superiorly. وبما أن الدايفرام superiorly بهاي المنطقة راح يكون يعني related كلش لللانج وللهارت، خلينا نضيفهن لللانج وللهارت. فهنا اكيد الليفر راح السوبيريور سيرفيس مال الليفر راح يكون ريليتد للدنيال ستراكشرز. يعني هسه هنا هذا الليفر اكو بين الليفر واللنجز والهارت اكو شيء يسمونه الدايفرام. هنا الليفر راح يكون ريليتد للدايفرام، بس هنا اكو مسافه كلش صغيره يعني بحيث ورا الدايفرام قبل راح يكون لازق بيهن شيء يسمونه، راح يكون الهارت واللنج والهارت راح يكونن لازقات بالدايفرام. فهنا الليفر السوبيريور سيرفيس مالته يكون ريليتد لللنج وللهارت. وثالث شيء اللي هو posterior surface. اوكي انا شلت الشيء يسمونه بالغلط. posterior surface، posterior surface اللي هو هذا، اللي هو هذا posterior surface مال ليفر، هذا كله posterior surface اللي نشوفه posteriorly. بس هذا المبين عندنا posteriorly هو posterior surface. واخر شيء عندنا right surface اللي هو هذا right surface، هذا right surface مال liver. right surface بالإضافة إلى posterior surface اللي هو هذا right surface وهذا posterior surface، شنو تقول لك the last two surfaces enclose the bare area of the liver which is the triangular area between the two coronary ligaments and inferior vena cap. أول شيء هي تشوفوها هنا هاي bare area. bare area هي منطقة ماكو عليها بريتونيوم، ماكو عليها فيزرال بريتونيوم، يعني منطقه نقدر نقول بير عاريه. هاي المنطقه راح تكون بين الانتيرير كوروناري ليجمنت والبوستيرير كوروناري ليجمنت اند انفيرير فينا كافا، مثل ما تشوفون هيك يعني بهاي المنطقه بين الانتيرير والبوستيرير كوروناري ليجمنتس والانفيرير فينا كافا. وهاي المنطقه اللي هي هسه هاي بير اريا راح تكون محصوره بين البوستيرير سيرفيس اللي هي هاي posterior surface نقدر نقول والright surface. وهنا مو كلش مبين بس يعني تقريبا هو هيك حتكون، بس راح تكون يعني محصورة بين ذني المنطقتين اللي هي posterior surface والright surface. مثل ما تشوفون هنا هاي right surface وهاي posterior surface، هاي يعني هاي كلها posterior surface وهاي المنطقة هي bare area، فهتكون محصورة بين الright surface وبين posterior surface. هسه إن شاء الله وضحت أكثر. هاي خلصنا من الدايفراغماتيك سيرفيس. هسه وصلنا للفيزرال سيرفيس. اول شيء بالفيزرال سيرفيس يقول عندك انه الجول بلادر والانفيرير فينا كافا، ذني اثنين حيكونن قاعدات بجروف واحد، يعني تجويف اكو هنا جو التجويف قاعدات بي ذني الاثنين. هذا التجويف يكون بالسيم فيرتيكال ليفل، يعني هيك بهذا الفيرتيكال ليفل الواحد، يعني هو عباره عن تجويف فيرتيكال ليفل واحد بالانفيرير فينا كافا بالاضافه الى الجول بلادر. بالإضافة بالبورتا هيباتس اللي هي هاي البورتا هيباتس، هاي البورتا هيباتس مثل الهيليوم اللي يطب من الفيزلز والفينز والهاي ومثلا البايلاري داكت وتدخل جوا بالليفر أو تطلع من خارج الليفر. الفيزرال هسه سيرفيس راح يكمل يقول لك related to the بورتا هيباتس، يعني بالفيزرال سيرفيس اكو عندنا البورتا هيباتس. فهسه راح يسولف لنا عن البورتا هيباتس، يقول لك إنه البورتا هيباتس عبارة عن هسه تشوفون هسه هذا اول vertical level وهذا ثاني vertical level، واكو هيك مثل يعني مثل خط بينهن. هذا يعني راح يصير مثل حرف ال H. هذا المنطقه اللي هنا اللي هي تربط لنا الخطين مال H هي منطقه البورتا هيباتس مثل ما تشوفون، والدكتور هم حاط صوره موضحه بالزايد. بعد اكو خطين مثلا ال vertical level الاول اللي هو هذا اللي بي الفينا كافا inferior vena cava والجول بلادر، وال vertical level الثاني اللي بي الفالسيفورم ليجمنت، ذني خطين مال اتش. الربط بين الخطين مال اتش اللي هو البورتا هيباتس، يعني هاي عدتها مرة.
represent the ileum of the liver through which the hepatic and portal vessels enter the hepatic ducts. يعني مثل ما قلت لكم هنا أنا قلت biliary duct غلطت هي الهيباتيك duct العفو. The arrangement is VAD يعني vein artery duct من posterior للanterior. وشون هنا صارت من posterior للanterior شوفوا. هنا أعلى شيء راح يكون هو الفين. فالفين هنا تشوفون هذا anteriorly من هنا ومن هنا posteriorly. فالفين راح يكون superiorly نقدر نقول تقريبا. فمن يكون superiorly هو راح يكون posteriorly أكثر. وراها يجي الارتري وراها يجي الهيباتيك داكت بالتسلسل هيجي هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. فراح يصير البوستيرير اللي هو الفين V وراها الميدل اللي هو شو يسمونه الارتري A واخر شيء الداكت اللي هي D VAD. هسه وصلنا لللوبز مال الليفر. يقول لك انه الليفر divided into left lobe and right lobe by the plan او plane passing through the inferior vena cava and gallbladder into right and left lobe. يعني بهذا التحديد اللي هو هيجي يعني بهذا البلان اللي هو اللي يمر بالinferior vena cava والgallbladder راح ينقسم الليفر الى right lobe and left lobe. ويقول لك همين اكو اثنين لوبز بعد اللي هن راح يكونن functionally يرتبطن بالleft lobe. بس هن حسب ما قريت بجريز هنا ما كاتب بالمحاضرة انه ذني شي يسمونه اللوب كودايت لوب والكوادريت لوب ذني يرتبطن بالرايت ليفر مرتبطات بس مو فانكشنالي ستراكتشرلي بالرايت ليفر. اما فانكشنالي فواحد منهم مرتبط بالليفت لوب والاخ مرتبط بالليفت اند رايت لوب. بس هنا بالمحاضرة قال اثنينهم بالليفت لوب ففانكشنالي هذني هذا الليفت لوب وهذا الرايت لوب. هيجي على العموم هسه الكوادريت لوب والكوادريت لوب هن عبارة عن two loops أو lobes will lie in the functionally left lobe. يعني مرتبطات functionally بالleft lobe. هسه عدنا الكوادريت process اللي هي عبارة عن process من الهيباتيك تيشو. يعني مو يعني مثلا ligament أو شيء وإنما هو هيباتيك تيشو نفسه يعني التيشو مال الليفر اللي هو راح يربط لنا الكوادريت لوب بالرايت لوب اللي هي هنا ما مبين كلش بس هي هذا هو هذا الكوادريت بروسيس. بس بهاي الصورة مبين أفضل تشوفون هاي الكوادريت لوب وهاي الكوادريت بروسيس هيات الكوادريت بروسيس مثل ما تشوفون هاي الكوادريت بروسيس راح تربط لنا الكوادريت لوب بالرايت لوب. هسه هم من لوبز أو راح يحكي لنا على غير كلاسيفيكيشن اللي نسميه جواينود كلاسيفيكيشن. الجواينود كلاسيفيكيشن حيقسم لنا الليفر إلى ثمان بارتات. هذا البارت الأول هذا الثاني وهذا الثالث هذا الرابع الخامس السادس السابع الثامن. ذني كل بارت إلى فانكشن معين بي. كل بارت يعني إلى independent function وكل بارت يدخل بي عدة هيباتيك فين يسوي له درين وعدة فيزل اللي هو هيباتيك أرتري وعدة بايل درينج اللي هو بايل داكت. وهذن يسموهن تريات أو تريات أو هي شيء ما متأكد من الأفض. يقول لك in the center of each segment there is the triad of the portal vein يعني أول شيء portal vein وhepatic artery وbile duct. ذن ثلاثة موجودات بكل segment. The middle hepatic vein اللي هو هذا the middle hepatic vein divides the liver into right and left lobes. Right lobe اللي هو هذا وهذا left lobe. هذا غير قلنا غير كلاسيفيكيشن مو نفس الكلاسيفيكيشن اللي حكينا به. فهسه مثل ما قلنا الميدل هيباتيك فين ديفايز ذا ليفر انتو رايت اند ليفت لوب وهذا الهيباتيك ليفر نسميه البرنسيبال لاين او اسم لاخ اسمه كانتليز لاين اند رانز فروم ذا انفيريور فينا كافا تو ذا جول بلادر. هذا راح يمشي من الانفيريور فينا كافا للجول بلادر اللي هو الميدل هيباتيك فين. هسه وصلنا للهيباتوميغالي. الهيباتوميغالي اللي هو تضخم الكبد. تضخم الكبد مثل ما تشوفون بهاي الصورة وتشوفون بهاي الصورة هذا الليفر الطبيعي وهذا الليفر المتضخم. زين شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه هذا الليفر متضخم. زين متضخم من يا ناحية؟ متضخم من ناحية الانفيرير بوردر يعني هذا تقريبا هذا هو حجم الليفر الطبيعي وهذا الزيادة اللي هي تصير بالليفر. وهاي الزيادة من يا ناحية تصير؟ تصير من ناحية الانفيرير بوردر يعني مثل ما تشوفون هنا. وهاي همين هاي همين صورة الأخرى كلهن دا يصير التضخم من ناحية الانفيرير بوردر يعني هيجي دا يزيد من هاي الناحية.
فهسه شنو؟ هذا همين التضخم ممكن يكون يعني مختلف حجمه حسب يعني الحالة مال البيشنت، يعني إذا كان سيفير ممكن يكون كبير أكثر، وإذا كانت يعني شغلة بسيطة ممكن يكون أقل. بس خلينا نجي لهذا الليفر اللي هو الطبيعي هنا، خطط يعني تقريبا نسوي ليفر نسوي تضخم به تقريبا هيك حيكون بهذا الحجم إذا صار به تضخم. فهسه إذا إحنا نريد يعني نسوي فحص ونعرف أو نشيك أو نلزم الليفر، فهنا ايش ده يقول بالمحاضرة؟ slight enlargement makes it peep from below the left costal margin. يعني إذا صار تضخم راح يخليه يبرز من ناحية ال left costal margin، من هاي الناحية. هاي حسب ما مكتوب بالمحاضرة، يعني راح نقدر نسوي له check أو نحسه من ناحية ال left costal margin، يعني من هاي الناحية. بس هو يعني إذا تتجوها يعني يعني بهذه الستركتشر اللي تشوفون مثلا، يعني هنا هو الليفر من هاي الناحيه دا يصير اكبر، يعني تشوفون هنا حتى مو كبير كلش، ما مختلف حجمه، بس تشوفون من هنا شلون زايد حجمه، حتى يعني طالع خارج هاي الكوستال مارجن. وشفت يعني هم فيديوهات اكثريتهم يعني يجون يفحصون من هاي الناحيه، من ناحيه اليمين وليس من ناحيه اليسار. وحتى في الدكتور الصوره اللي حاطها الدكتور هذا الدكتور دا يفحص من ناحيه الرايت، يعني من ناحيه الرايت، وهمين دا يفحص من ناحية الرايت كوستال مارجن، يعني من هذا إذا تشوفون الدكتور حاط إيده هنا تقريبا بهاي الصورة اللي حاطها الدكتور. فصراحة بعد ما أدري يعني هي هيجي بعد. وهمين ممكن يعني مرات يبرز من ناحية الليفت كوستال مارجن، لكن إذا كان الانلارجمنت كلش كبير، فهنا هو دا يقول سلايت انلارجمنت، يعني إذا كان اكو انلارجمنت صغير راح يبرز من ناحية الليفت كوستال مارجن. فصراحة بعد ما أدري يعني. هسه وصلنا للبيلياري سيستم. البيلياري سيستم اول شيء عندنا يبدي بالتو هيباتيك داكتس، اللي هن الداكتس مال بايل اللي طلعن من الليفر، اللي هي هاي الاولى وهاي الثانيه، ذني الرايت اند ليفت او الاي رايت اند ليفت هيباتيك داكتس، هذني هاي اول اثنين. هذني منين راح يطلعن التو هيباتيك داكتس؟ راح يطلعن من خلال البورتا هيباتس. طبعا هنا بهاي الصوره هنا طالعات من البورتا هيباتس، يعني مو جوا الليفر، بس قبل يعني هنا اول شيء داخلات بالليفر يعني جوا الليفر، هذا التو هيباتيك داكس راح يطلعن من خلال البورتا هيباتس. او ورا ما يطلعن من خلال البورتا هيباتس مثل ما تشوفون هنا، هذني طالعات من البورتا هيباتس، ايش راح يصير؟ راح يندمجن بال lesser omentum between the two layers of the lesser omentum. يعني هسه مثلا هنا خلينا نقول هو هنا ماكو lesser omentum، وهو هيك راح يصير منا طبقة لي قدام وطبقة لي ورا، يعني طبقة راح تصير قدام الشي يسمونه الهيباتيك داكت وطبقة ورا الهيباتيك داكت، فراح تصير between the two layers. فهذني التو layers مال lesser omentum. هسه ذني الاثنين الهيباتيك داكتس راح يندمجن ويسمون الكومون هيباتيك داكت، اللي هي هاي الكومون هيباتيك داكت. الكومون هيباتيك داكت راح تندمج ويا السيستيك داكت. الكومون هيباتيك داكت زائد السيستيك داكت. السيستيك داكت اللي هي الداكت الجايه، الداكت مال بايل اللي جايه من الجول بلادر، هذين الاثنين راح يندمجن. ايش راح يسوون لنا؟ الكومون بايل داكت. راح يسوون لنا الكومون بايل داكت اللي هي هاي، تشوفوها هاي common bile duct، وتستمر هاي كلها اللي هي common bile duct، هاي تشوفون هنا common bile duct، وهاي cystic duct، وهاي common hepatic duct، وهذني الاثنين الهيباتيك ducts. فيقول لك the CHD اللي هي common hepatic duct اللي هي طولها 4 سنتيمتر is joined at right angle by the cystic duct. اعتقد قصده بالرايت انجل هي هاي اللي يسمونه الرايت انجل مال دودنام، بس ما متاكد صراحه. بس على العموم هو منطقه اللي هي منطقه الرايت انجل مال ما ادري شنو، راح تندمج السيستيك داكت ويا الكومون هيباتيك داكت ويسوون الكومون بايل داكت. هسه الكومون بايل داكت يوجوالي يونايت وذ ذا بانكرياتيك داكت. هسه هاي الكومون بايل داكت وهاي البانكرياتيك داكت راح يندمجن هنا، وين ينفتحن بالميجر دودنال بابيلا. حلو، خلينا نجيها هنا مره لخ. هنا ذني الاثنين اللي هي الرايت اند ليفت او الهاي رايت وهاي ليفت هيباتيك داكتس راح يندمجن. وين حيندمجن؟ بتوين ذا تو لايرز اوف ذا ليسر اومنتم، وراح يكونون الكومون هيباتيك داكت اللي هي هاي واللي طولها 4 سنتيمتر. الكومون هيباتيك داكت
بالرايت انجل خلينا نقول مال دودنال مال دودنام بالرايت انجل مال دودنام راح تندمج ويا السيستيك داكت اللي هي جايه من الجالب لادر اللي هو هاي هسه هاي كومون هيباتيك داكت وهاي سيستيك داكت اللي هي هاي سيستيك داكت راح تندمج ويسوون الكومون بايل داكت اللي هي هاي اللي هي نقدر نقول اطول وحده هاي الكومون بايل داكت راح تجي ويا البنكرياتيك داكت ويندمجن وين ينفتحن هنا بالميجر دودنال بابيلا ويصبن جوا على مود يسوي يصبن الانزيمات اللي يساعدونا بالدايجستشن ومال الليبيد وغيرها. هسه بالمحاضرة يقول لك CBD اللي هي common bile duct usually unite with the pancreatic duct and end in the second part of the duodenum in the major papilla أو major duodenal papilla اللي هي هاي المنطقة مال opening يسموها major duodenal papilla. هسه cystic duct راح يجيها ويشرحها مرة أخرى أو يعني واحد يشرحها 4 سنتيمتر لونج طولها 4 سنتيمتر continuous with the neck of the GB in a S-shaped pattern neck of the GB اللي هي هاي مثل ما تشوفون مع الجول بلادر هو GB قصده جول بلادر اللي هي هاي neck of the gold bladder راح يطلع من neck of the gold bladder اللي يكون continuous إلها اللي هي cystic duct اللي هي هاي هاي cystic duct cystic duct راح تكون مو قلنا مستمرة ويا الـ neck of the gold bladder هنا راح تكون تقريبا يعني S shape شكلها تقريبا هي ما بالصورة هنا مو واضحة بس هو مثل ما يقول راح تصير S shape تقريبا هي مشابهة لـ S shape بيها مجال راح تأخذ S shaped pattern directed downward and backward usually behind the artery هاي راح تنزل downward ورايحة يعني من هي تنزل راح تمشي backward يعني مو راح تكون يعني عدلة نزلتها راح وإنما راح تمشي backward وراح يكون anterior لها اللي هو cystic artery هذا تشوفون هذا cystic artery راح يكون anterior للcystic duct join the common hepatic duct forming the CBD اللي هي common bile duct هسه خلينا نطلعها على complete bar هسه هاي هذا الرايت او العفو هذا الرايت وهذا الليفت hepatic ducts هنا ذني راح يندمجن هنا between the two layers of the lesser omentum هذا اللاير الاول مال lesser omentum وهذا اللاير الثاني مال lesser omentum يعني هاي مثل ما تشوفون من هنا هذا اللاير الاول وصاعد للليفر و خلينا نشيل بارت من الليفر هاي هذه اللاير الاولى وهاي اللاير الثانيه نرجع الليفر وهم مثل ما شلت الليفر شوفوا هذني two hepatic ducts هاي two hepatic ducts مال بايل على العموم خلينا نكمل راح يسوون لنا الكومون هيباتيك داكت اللي هي هاي الكومون هيباتيك داكت هسه هاي الكومون هيباتيك داكت راح تجي ويا السيستيك داكت اللي هي هاي السيستيك داكت ذن اثنين راح يندمجن وش يكونون لنا البايل داكت هاي البايل داكت البايل داكت راح تطب بالبنكرياس لا شلت البنكرياس اي هاي البايل داكت راح تطب بالبنكرياس وداخل البنكرياس راح تندمج ويا البنكرياتيك داكت من تندمج ويا البنكرياتيك داكت وين راح تنفتح راح تنفتح بالدودينام راح تنفتح بالدودينام بالميجر بابيلا اللي هي هاي هنا صايره الميجر بابيلا هسه هاي البنكرياتيك داكت اللي اندمجت ويا الكومون بايل داكت راح تنفتح بالميجر بابيلا اللي هي صايره هنا هسه وصلنا للكومون بايل داكت الكومون بايل داكت هي 8 سنتيمتر لونج 8 سنتيمتر لونج وحسب مالتها الكورس مثل ما تشوفون هذا الكورس مالتها اللي هو يبدي من هنا ويخلص هنا راح نقسمها الى ثلاث اقسام القسم الاول اللي هو السوبرا دودينال اللي هو هذا البارت السوبرا دودينال سوبرا دودينال راح يكون بالفري اجمال لسر اومنتم يعني هنا مو كلش فهمته بس حسب ما فهمت انه راح تكون خارج اللسر اومنتم قصده هيجي يعني مو داخل between the two layers of the lesser omentum يعني هيجي خارج اللسر اومنتم هذا البارت الاول ويقول لك همين هذا البارت الاول يقول لك همين يمشي بحيث يكون anterior للهيباتيك بورتال فين او للبورتال فين هاي هي هسه هاي قلنا اللي هي شو يسمونه الكومون بايل داكت وهذا الازرق اللي هو هنا هو الهيباتيك او بورتال فين هذا الهيباتيك بورتال فين اللي هو وراها صاير فهي حتكون anterior اللي هي هاي الكومون بايل داكت هاي خلصنا وبالاضافه الى حتكون من جهه اليمين باعتبار انه هذا اليمين وهذا اليسار فحتكون من جهة حتكون على يمين الهيباتيك ارتري اللي هو هذا الهيباتيك ارتري هاي الكومون بايل داكت فحتكون على يمينه على يمين الهيباتيك ارتري هاي الكومون بايل داكت البارت اللي هو السوبرا دودينال بارت خلصنا من السوبرا دودينال بارت البارت الثاني اللي هو الريترو دودينال
أو ما خلف الدودنم اللي هو هذا البارت اللي يكون وراء الدودنم. هذا البارت حيكون خلف الـ first part مال الدودنم. هذا البارت من الـ common bile duct راح يكون خلف الـ first part مال الدودنم اللي هو هذا أو superior first part of the duodenum. وراح يمشي ويا الـ gastric artery أو عفوا الـ gastrodudinal artery اللي هو هذا. تشوفوا هذا الـ gastrodudinal artery. فإذا نريد نتخيل مات الكورس تقريبا راح يكون هيجي. يعني إذا كان راح يمشي وياه تماما فهيك راح يكون الكورس مال هذا الارتري وهذا مالتنا الكومون كومون بايل داكت. راح يمشي ويا الجاسترو دودينال ارتري اللي هو هذا ده تشوفوه هيك. خلينا نزوم اكثر. هذا الجاسترو دودينال ارتري. على العموم خلصنا من السكند بارت اللي هو ريترو دودينال. هسه وصلنا للريترو دودينال بارت او العفو الريترو بنكرياتيك بارت اللي هو هذا الريترو بنكرياتيك بارت. هذا راح يوصل للبنكرياس ويدخل من الهيد مالته يحفر الهيد مالته ويدخله ويسوي جوين للبنكرياتيك داكت. راح يندمج ويا البنكرياتيك داكت. هسه ذني الاثنين اندمجن وراح يوصلن كل واحد وحد. يعني هنا مدموجات بس يوصلن كل واحد وحد بالميجر دودنال بابيلا. هاي ب 97% من الناس يعني راح يندمجن بس يعني مو مالتن السكريشنز ما راح تندمج يعني سوا وانما كل واحد حيمشي وحد بس اننا نقدر نقول بالسيم كانال. فهسه راح اثنين هن يمشين وكل واحد سيبريتلي ينفتح بالميجر دودينال بابل اللي هاي 97% من الناس او توجذر بحيث يندمجن وحتى مالتن سكريشنز يندمجن. هاي بنسبه 3% من الناس. هسه وصلنا للجول بلادر اللي هي عباره عن بير شيب سيست. يعني سيست يعني كيس يشبه العرموطه مالته الابعاد 3×7 إلى 10 سنتيمتر. يحتوي على بايل وتخزن هذا البايل بالإضافة إنه تزيد مالت الكونسنتريشن يعني تزيد بكثافته أو يعني تكثف البايل. هاي شي يسمونه الجول بلادر مرات تكون يكون بيها ميزوسيست أو تكون معلقة بالميزوسيست. شنو الميزوسيست؟ تعريف الميزوسيست هو عبارة عن double fold of peritoneum يعني اثنين layers من البيريتونيوم اللي أخذناه بالمحاضرة الثالثة راح تحوط الجول بلادر. هاي الميزوسيست حتحوط الجول بلادر واتاشت ات تو ذا ليفر وراح تعلق بالليفر. هذا تعريف الميزوسيست بالضبط. ومثل وسميناها ميزوسيست مثل ما احنا قلنا انه اذا ارتبط البريتونيوم بالانتستين راح نسميه ميزنتريك. هنا اذا ارتبط بالجول بلادر سميناه ميزوسيست. البارت مال جول البارتس مال جول بلادر هي ثلاثة اللي هو البارت الاول الفندس مال شي يسمونه مال جول بلادر اللي هو يعتبر الموست انتيرير بارت بالاضافه الى اللور موست باعتبار انه الجول بلادر صار بالمقلوب. فهاي اللور موست بارت بالاضافه الى الموست انتيرير يكون مثل ما قلنا وبيبس بيلو ذا لور بوردر اوف ذا ليفر اند كمز ان كونتاكت وذ ذا انتيرير ابدومينال وول ات ذا تيب اوف ذا رايت 9th كوستال كارتليج. با هسه مثل ما تشوفون هاي اول شيء بيبس below the lower border of the liver يعني راح يبرز below the lower border مال الليفر اللي هو هذا الفندس. يكون الموست انتيرير مثل ما تشوفون هذه الانتيرير اللي وهذا بوستيرير اللي فهذا الموست انتيرير بارت اللي هو الفندس. ويكون lowest lowerest بارت lower most بارت اللي هو مثل ما تشوفون هو يعني اخفض واحد بمستوى الجول بلادر. ويكون in contact with the anterior abdominal wall يعني باعتبار انه رايح anteriorly ويا مستوى الشي يسمونه ويكون ويا مستوى ال 9th costal cartilage. خلينا نحط ال costal cartilage اللي هو هذا مثل ما تشوفون هذا ال 9th costal cartilage. فتقريبا هو حيكون ويا مستوى ال 9th costal cartilage اللي هو هذا 9th costal cartilage. هنا عندنا شيء اسمه الميرفي ساينز اللي هي همين نحط ايدنا تقريبا ويا منطقة الـ 9th costal cartilage ونسوي نقول مثلا للبيشنت اخذ نفس تنفس واخذ نفس عميق يعني. فهنا ايش راح يصير؟ الدايفرام اللي هو صاير فوق راح يدفع ذني الاشياء كلهن جوا. فاحنا حاطين ايدنا فالجول بلادر راح نطبه بايدنا بهاي المنطقة اللي هي قلنا اللي هي يسموها منطقة الميرفي ساين. فهي مو ميرفي منطقة ميرفي خلينا نقول. فلما ينزل جول بلادر راح تطخ بيدنا راح يصير عند البيشنت بين. فمثل ما نقول راح خلينا نقول مثل راح يوقف نفسه او يفز. فهاي يسموها الميرفي ساين.
والبادي مال شي يسمونه مال الجول بلادر اللي هو هذا ما ذاكر عنه هواي lies against the first part of the duodenum مثل ما تشوفون هذا first part of the duodenum وهذا البادي فيكون بجانبه والنك اللي هي آخر شيء وآخر part is the constricted and highest part of the cyst continuous with the cystic duct يقول لك هي highest part مثل ما تشوفون وهي constricted متقلصة أو مضيقة مو مثل البادي والفندس شوية متواسعات هاي هنا تكون مضيقة continuous with the cystic duct مثل ما شرحنا هاي continuous with the cystic duct هسه بالمحاضرة الكوليسيستيتس اللي هي أعتقد التهاب المرارة إيه التهاب المرارة إيه التهاب المرارة وهاي هنا أكو هسه وصلنا لهذا السلايد اللي راح يحكي بيه عن الكوليسيستيتس اللي هي التهاب المرارة فهاي التهاب المرارة راح تسوي لنا ريفير تو بين اللي ماخذيه بالفيزيولوجي اللي هي يعني راح يطلع لنا بمناطق معينة على الجسم بين فهذا يدل انه احتمال يدل انه عندنا التهاب بالمرارة فمثل ما تشوفوا منطقة الخصر من وراء ومن قدام ومنطقة الكتف اليمين هسه عملية الكولي سيستكتومي اللي هي عندنا تو تايبس اللي هي اما تكون اوبن بحيث يفتحون البطن كلها ويطلعون ال شو يسمونه المرارة يا اما والثانية العملية الثانية هي اللابروسكوبيك كولي سيستوكتومي اللي هي مو عملية يعني ما راح يفتحوها مثل هاي الصورة هاي حطيتها توني الصورة ما راح يفتحوها مثل هاي اللي هي open كولي سيستوكتومي بس وإنما راح يدخلون أجهزة داخل بطن المريض ويستأصلوها ويستأصلون المرارة يعني هي أعتقد تكون حسب حالة المريض يعني مثلا ممكن مرات ما يقدرون يستخدمون اللابروسكوبيك وإنما إلا الأوبن كولي سيستوكتومي فيسوون هاي مرات اصلا يسوون هاي العمليه وهم دا يشتغلون مثلا يصير عندنا نزيف في البيشنت فيضطرون يسووها open cholecystectomy هسه وصلنا للارتريز اوف ذا ليفر اند بيليري سيستم اول شيء عندنا البروبر هيباتيك ارتري البروبر هيباتيك ارتري هو عباره عن برانش من الكومون هيباتيك ارتري واللي هو هذا البروبر هيباتيك ارتري هو برانش من الكومون هيباتيك ارتري هسه خل اطلعها بشكل عدل اي هسه هذا البروبر هيباتيك ارتري وهذا برانش اللي هو برانش يعتبر من الكومن هيباتيك ارتري واللي هو نفس الكومن هيباتيك ارتري برانش من الكو ايلياك او سيلياك ترانك اللي هي هاي هسه هذا البروبر هيباتيك ارتري من يوصل للبورتا بورتا هيباتيس راح ينقسم الى تو ارتريز اللي هو رايت اند ليفت هيباتيك ارتريز which انتر ذا كورسبوندينج لوبز اوف ذا ليفر هسه الرايت يعني راح يروح للرايت لوب قصده واللفت راح يروح للليفت لوب وهم يعني يقول لك انه هذا الشيء يسمونه البروبر هيباتيك ارتري will ascend in the free margin of the lesser omentum free margin of the lesser omentum يعني اتوقع مثل ما ذكرت قبل شويه ما يحتاج ارجع اذكرها بس يعني مثل ما ذكرت قبل شويه هسه هنا عندنا مشكله انه اول شيء بالكومون بايل داكت الدكتور قال انه السوبرا دودينال بارت من الكومون بايل داكت اللي هي تصير ورا الجوينينج مال السيستيك داكت والهيباتيك الكومون هيباتيك داكت راح يصير عندنا الكومون بايل داكت هاي راح تمشي الى جوار الهيباتيك ارتري تو ذا رايت اوف ذا هيباتيك يعني على يمين الهيباتيك ارتري اللي هو هنا زين هنا قصده بالهيباتيك ارتري البروبر هيباتيك ارتري لو الهيباتيك ارتري الرايت او الليفت يعني بعد ما ينقسم البروبر هيباتيك ارتري يعني اذا قصده الرايت او الليفت ذن يصير ينقسم بالبورتا هيباتيس بالبورتا هيباتيس بعد اصلا يعني ما عندنا الكومن بايل داكت اما اذا كان قصده يعني هذا البروبر هيباتيك ارتري فاني مثل ما ذكرت لكم قبل شوي يعني لمن ذكرتها قلت انه بروبر هيباتيك ارتري يعني الصوره مشيت ما مشيت يعني على الدكتور بس هيباتيك ارتري على العموم هاي يعني شغله انتم امشوا مثلا امشوا على المحاضره قولوا هيباتيك ارتري وهاي واذا هاي عدنا نسال الدكتور والله كريم هسه عندنا سيستيك ارتري السيستيك ارتري هو برانش من ال من الرايت هيباتيك ارتري هذا اللي هياته هذا اللي هو السيستيك ارتري اللي هو حيطلع من ال قلنا من الرايت هيباتيك ارتري اللي هو هذا الرايت هيباتيك ارتري اللي يدخل داخل الليفر بس انا هسه شلت الليفر على العموم هسه اللي يهمنا حيطينا برانش اللي هو السيستيك ارتري اللي هو هذا
هذا السيستيك ارتري راح يجي ويمشي فوق فوق وقدام الكومون بايل، راح يمشي قدام شيء يسمونه السيستيك داكت، بالاضافه الى يمشي ويوصل للجول بلادر. وهسه هاي ما عندنا هنا، بس يقول لنا انه الكومون بايل داكت، الكومون بايل داكت is supplied regionally by the cystic artery. ذن هاي الكومون بايل داكت يغذيها السيستيك ارتري والرايت هيباتيك ارتري والجاسترو دودنال ارتري والسوبيريور بانكرياتيكو دودنال ارتري. ذن الاربعة ارتريز يعني نحفظهم بعد، يعني ما يريدنا شيء. هسه الفينوس درينج مال ليفر اند جول بلادر، او العفو البيلياري سيستم. الفينوس درينج اول شيء عن طريق البورتال فينوس سيستم اللي هو هسه راح نجي ناخذه فد شويه، وعن طريق الهيباتيك فينز اللي هن ثلاثه، الرايت والليفت والميدل هيباتيك فينز، مثل ما موجود بالصوره بالمحاضره. وهسه حضيف لكم هسه باعوا هاي الصوره، هاي الانفيرير فينا كافا راح تعطينا الرايت والميدل والليفت هيباتيك ارتريز، يعني الثلاثه اللي كل واحد حيروح لمنطقه معينه ويسوي لها درينج. Enter the vena cava in the in its hepatic groove. اكو بالفينا كافا منطقه اسمها الهيباتيك جروف، هاي من خلالها راح يطلع او يدخل عن الفينا كافا. انا قلت الفينا كافا انفيرير فينا كافا راح تعطينا، لان هي بالعكس يعني قصدي انه ذني الثلاثه راح يروحن ويصبن بالانفيرير فينا كافا. Responsible for hepatic stability، مثل ما تشوفون هو شلون يعني مشعب بالليفر بحيث نقدر نقول لازم زين فيسوي له stability. هسه وصلنا للليمفاتكس. الليمفاتكس عندنا superficial lymphatics و deep lymphatics. superficial lymphatics منين راح يجن؟ من الديافراغماتيك سيرفيس والفيزرال سيرفيس، يعني من ذني الاثنين سيرفيسز راح يكونن راح يعني يطلعن منهن او يسووا لهن درين، اللي هي شنو؟ السوبرفيشال ليمفاتكس. يعني السوبرفيشال ليمفاتكس راح يسوون درين للديافراغماتيك والفيزرال سيرفيسز. ذني وين حيروحن؟ اول شيء راح يسوي ذني الديافراغماتيك والفيزرال سيرفيسز راح يسوون درين، يعني الليمف راح يسوي لهن درين الى الهيباتيك ليمف نودز. من الهيباتيك ليمف نودز راح يروحون الى السيلياك ليمف نودز. هذا اول شيء. وثاني شيء عندنا البير اريا، اذا تذكروها اللي هي تقريبا كانت هنا او شويه بوستيريرلي. البير اريا هاي وين؟ راح تسوي درين، راح يسوي لها درين يعني راح تسوي درين الى الفرينيك ليمف نودز، ومن الفرينيك ليمف نودز الى الميدياستينم ليمف نودز، يعني هيجي. اما الديب ليمفاتكس، فالديب ليمفاتكس هنا المصطلح مال بورتال راديكلز وبالاضافه الى الهيباتيك فين راديكلز، مو كلش فهمتها بس فهمتها منها انه راديكلز قصده ذني الفينيولز الهواي راح يطلع من الفين الرئيسي. فذني الفينيولز اذا بعد اكو بيهن تشعبات مثل الكابيلاريز والهاي، فذني حنسميهن راديكلز. فذني الراديكلز راح يسوون درين الى الهيباتيك نودز، هاي اول شيء من البورتال راديكلز. بورتال راديكلز ترى تختلف عن الهيباتيك راديكلز، يعني عندنا بورتال فين وعندنا هيباتيك فين، يختلف عن ذني. بورتال راديكلز الى هيباتيك نودز، تو ذا هيباتيك نودز، هاي اول شيء. وثاني شيء follow the hepatic veins radicals to the phrenic nodes. هنا عندنا ثاني شيء من الهيباتيك فين مالت الراديكلز الى الفرينيك نودز اللي هي صايره فوق الفرينيك نودز او فرينيك ليمف نودز. هسه وصلنا للبورتال فينوس سيستم اللي هي عباره باختصار يعني مجموعه من الفينز جايه من الامعاء مثلا من الستومك من مناطق هواي من الابدومين يتجمع عن كلهن ويسوون لنا البورتال فين اللي هو هذا. البورتال فين ايش راح يسوي؟ راح يدخل للليفر وحامل هذا الدم، هذا الدم الجاي من ذني المناطق، هذا الدم نقدر نقول بي توكسينز، بي اشياء يعني مو زينه، اشياء ما نريدها، ماتيريالز ما نريدها، فحيوصل للليفر. الليفر ايش راح يسوي؟ الليفر راح يسوي له ديتوكسيفيكيشن مثلا ويسوي نظفه وهاي وخلصنا من الاشياء اللي ما نريدها بيه. من الليفر عندنا الهيباتيك فينز اللي هن ذني الثلاثه اللي حكينا عليهم قبل شويه. ذني الهيباتيك فينز راح ياخذن هذا الدم النظيف ويذبوه بالانفيريور فينا كافا. من الانفيرير فينا كافا تعرفون بعد لما يصعد وين راح يذب؟ راح يذب بالهارت كوبال بالرايت اتريوم. من الرايت اتريوم راح يروح للليفت فنتركل ويكمل مالته المسيره. هسه خلينا نجي للمحاضره. هسه بالمحاضره شو يقول؟ يقول انه الفينز مال جات ويا مالتن التريبيوتاريز، يعني مثلا الفين اللي يسوي لنا درين من الانتستين ويا مالته البرانشات، هذا الفين يكون تقريبا مشابه كورسبوندز
correspond to the branches of the ventral gut arteries. يعني يكون الفينز نفس الارتريز، هاي يعني شغلة هواي مرة علينا ونعرفها. فهسه يقول لك انه الفينز ذني اللي هن البرانشات مال الجات ويا مالتهن التريبيوتاريز ذني اكثريتهن راح يسوون الدرين، يعني راح يجمع عن الدم وصبن تو ميجر فينز. الميجر فين الاول اللي هو السبلينك فين، الميجر فين الثاني اللي هو السوبيريور ميزنتريك فين. هذا السبلينك فين، وطبعا الى استمرار يروح للسبلين، بس هذا يعني الرئيسي، سبلينك فين الرئيسي اللي ينتهي بعد كل يعني كل الاشياء صابه به. مثلا هسه عندنا الانفيرير ميزنتريك ارتري، وعندنا السبلينك فين، وعندنا مثلا جايه من البنكرياس، كلهن راح يصبن مثلا هاي هنا جايه من البنكرياس ويصبن بالسبلينك فين، ومن الانفيرير ميزنتريك ارتري فين العفو يصبن همين بالسبلينك فين، اخر شيء ينتهي بهذا السبلينك فين الرئيسي خلينا نقول. فهذا السبلينك فين الاول يعني الفيرست ميجر فين اللي هو هذا سبلينك فين. الثاني اللي هو سوبيريور ميزنتريك فين اللي همين يصبن بفينات هواي مثل هذا وهذا وهذا، ثاني كلهن يصبن بالسوبيريور ميزنتريك فين. هسه ثاني السبلينك فين والسوبيريور ميزنتريك فين راح يندمجن ويسوون راح يندمجن behind the neck of the pancreas، يعني خلف النك مال البنكرياس. هذا الهيد مال البنكرياس وهذا التيل مال البنكرياس، هنا الاستمرار مالته اللي هو النك مال البنكرياس، فراح يندمجن خلف النك مال البنكرياس اللي هي هنا. وش راح يسوون؟ forming a single trunk the portal vein. هذا السنجل ترانك اسمه البورتال فين. يقول لك انه سم اناتومست يعني بعض المشرحين يعتبرون انه البورتال فين يجي من السبلينك فين بالاضافه الى الانفيرير ميزنتريك فين، يعني يتكون من السبلينك فين والانفيرير ميزنتريك فين. بس احنا ما علينا بذول اناتومست، ما اعرف ايش يسموهم، بس لنا علاقه بدكتورنا اللي يقول انه السبلينك فين والسوبيرير ميزنتريك فين راح يندمجن يسمونا البورتال فين. هسه الكورس مال بورتال فين، اول شيء يقول لك ascends behind the pancreas on the first part of the duodenum. قلنا انه هو يتكون behind the pancreas، فهاي اكيد يعني بعد راح يصعد behind the pancreas. و the first part of the duodenum اللي هو هنا هسه هاي مثلا المعده، وهي شيء تقريبا duodenum هذا first part of the duodenum. راح فهسه اول شيء راح يصعد فوق first part عفوا ورا first part مال duodenum بالاضافه الى pancreas او neck مال pancreas. وراح يدخل وين؟ راح يدخل بالفري مارجن اوف ذا لسر اومنتم او اوف لسر اومنتم. اللي هسه يلا فهم شنو قصده بالفري مارجن اوف لسر اومنتم، قبل شوي كنت تحكي غلط. على العموم هسه الفري مارجن اوف لسر اومنتم، لسر اومنتم قلنا انه هو تو لايرز اللي هي لايرز مال بريتونيوم، وسميناها لسر اومنتم باعتبار انه بارتباط بسبب ارتباطها بالمعده فسميناها اومنتم. فهسه هذا اللسر اومنتم بي تو لايرز، ذني تو لايرز يمر بيناتهن ارتري وفين ومثلا ولمف، ما ادري اذا يمر لمف ولا، بس على العموم متاكد انه يمر ارتري وفين. فيمر داخلها الارتري والفين، هاي المنطقه اللي بتوين تو لايرز مال شو يسمونها مال لسر اومنتم او بتوين تو لايرز مال يعني بريتونيوم بريتونيوم لايرز، هنا هاي المنطقه نسميها فري مارجن اوف ذا فري مارجن اوف لسر اومنتم. مثلا شوفوا هاي الصوره، تذكرون بالسبلين قلنا انه عندنا تو ليجمنتس، هذا الليجمنت وهذا الليجمنت، تشوفونه بهاي الصوره، هذا الليجمنتس يمرن بداخل هنا ارتريز وفينز بتوين التو لايرز مال ذني الليجمنتس. وهنا أنا مثلا هذا عندنا هسه هذا اللسر اومنتم اللي هو دا يحوط لنا المعده، هذا اللسر اومنتم مثل ما تشوفون هنا اكو عندنا بداخله ارتريز وفينز. وبالانتستين او بالابدومن غالبا، ما ادري ما متاكد اذا غالبا او دائما، لكن الارتريز والفين يمرن داخل تو لايرز مال بريتونيوم، يعني مثلا داخل تو لايرز مال لسر اومنتم، هنا يمر عندنا مثلا الارتريز والفينز. وقلنا قبل انه البروبر هيباتيك ارتري يدخل او يمر بالفري مارجن اوف ذا يمر بالفري مارجن مال شو يسمونه مال لسر اومنتم. هسه همين عندنا شنو؟ عندنا البورتال فين راح يدخل بالفري مارجن اوف ذا لسر اومنتم، هذا البورتال فين راح يدخل لنا بالفري مارجن اوف لسر اومنتم. من يدخل للفري مارجن اوف لسر اومنتم راح يمشي بيهايند ذا هيباتيك ارتري اند كومون بايل داكت، راح يمشي وراهن ورا ذني الاثنين. خلينا نشوفها هنا هسه، هذا البروبر هيباتيك ارتري وهاي الكومون بايل داكت وهذا البورتال فين، واللي قلنا راح يمشي خلف البروبر هيباتيك ارتري والكومون بايل داكت and anterior to the epiploic foramen. epiploic foramen هي عبارة عن foramen موجودة باللسر اومنتم، قلنا موجودة باللسر اومنتم. فشنو
الدني ستراكتشرز اللي موجودات داخل الفري مارجن مع اللسر اومنتام يكونن بوست انتيرير للشي يسمونه يكونن انتيرير للابيبلويك فورامن، وهاي اخذناها بالشي يسمونه بالمحاضره الثالثه قلنا البورتال فين يكون انتيرير للابيبلويك فورامن. البورتال فين is the most posterior structure in the porta hepatis where it divides into right and left branches. هاي مال most posterior structure، هاي همين أخذناها بالبداية مال المحاضرة، قلنا إنه وشوفتكم همين complete anatomy. هسه البورتال فين is the most posterior structure in porta hepatis where it divides into right and left branches. فراح ينقسم هنا من يدخل بالبورتا هيباتس راح ينقسم إلى right and left branches، أو هذا الرايت وهذا الليفت برانشز مال شي يسمونه مال بورتال فين. هسه ايش عندنا؟ عندنا يقول لك انه الليفت برانش اللي هو هذا مال بورتال فين، عندنا هذا الرايت برانش، فهسه هذا الليفت برانش يكون متصل بالبارا امبيليكال فينز، اللي سؤال هاي التسميات تختلف عن اللي عندنا، هذني البارا امبيليكال فينز وهذا الليفت هيباتيك الليفت العفو بورتال فين، راح يكون متصل قلنا بالبارا امبيليكال فينز عن طريق ذني الفينز اللي هي الفينز اللي نسميهن الفينز اوف ليجامنتام ثيريز. هنا بهاي الصوره جبتها من جريز مكتوب انه هاي البارا امبيليكال فينز اللي تمشي ويا الليجامنتام ثيريز وراح تتصل بالسوبرفيشال فينز اوف ذا ابدومين، بس على العموم انتم غلسوا عليها. هاي هي البارا امبيليكال وهاي الليجامنتام ثيريز فينز وهاي الليفت هيباتيك فين الليفت بورتال فين. هسه وصلنا للبورتو سيستميك انستموزز اللي هي عبارة عن انستموزيزات يصيرن بتوين البورتال سيستم والفينز اوف يعني سيستميك فينز يعني الفينات الخارجيات يروحن برا يعني مثل هاي البارا امبيليكال فينز يعني جايات من منطقة بعيدة ومتصلاتها من اماكن الاخرى، فيعني مثل ما نقول تصير مثل الانستموزيز بحيث اذا صار عندنا هايبرتنشن بالبورتال فين بسبب مثلا خلل بالليفر، هنا ايش راح يصير عندنا؟ انه بورتال فين يعني يقدر شويه يقاوم هذا الشيء هذا الهايبرتنشن بحيث انه الدم شويه يبدي يتجمع بهاي الانستموزيزات، مثلا راح يتجمع خلينا نقول بالبارا امبيليكال انستموزيز او يتجمع بغير انستموزيز بحيث شويه يخفف على البورتال فينز. فسدني الانستموزيزات او الانستموزيز ما اعرف شنو الجمع مالتها، على العموم اول واحد عندنا اللي هو شنو اللي هو الليفت بورتال فين، هذا الليفت بورتال فين هاي هسه ذكرناها انه الليفت بورتال فين راح يتصل بالبارا امبيليكال فينز عن طريق الفينز اوف ليجامنتام ثيريز، وهاي ماخذيها همين بالمحاضره الاولى لما يصير عندنا كابوت ميدوزا. وهسه همين قبل شويه ذكرناها هاي هذا الاتصال بين الليفت بورتال فين والبارا امبيليكال فينز. هسه ثاني شيء الليفت جاستريك فين، هذا الليفت جاستريك فين هنا هياته يكون متصل همين بالبورتال فين وراها بالإيسوفيجس، هنا مثل ما تشوفون يعني بورتال فين ليفت جاستريك فين بالإيسوفيجس. هذا إذا صار عندنا مثلا هايبرتنشن بالبورتال فين راح يصير عندنا فاريسز بالإيسوفيجس وممكن يصير عندنا هيماتيميسز اللي هي شخص يبدي يقح دم أو يزوع دم أو يتفل دم، لا مو يقح دم أعتقد يزوع دم، بس يزوع دم يعني. ثالث شيء الترمينال برانشز اوف ذا انفيريور ميزنتريك فين، ترمينال برانشز اوف ذا انفيريور ميزنتريك فين باعوا هنا. هسه هذا الانفيريور ميزنتريك فين اللي هو هذا، وهذا الانفيريور ميزنتريك فين راح يكون متصل بفينز موجودات بالريكتم، هو بالمحاضره مسميهن انوريكتال فينز، بس هنا عندنا مثلا سوبيريور ريكتال فين والانفيريور ريكتال فين، ذني السوبيريور والانفيريور ريكتال فينز راح يكونن متصلات بالانترنال فين، مثل ما تشوفون هذا الانترنال فين شلون متصل بالسوبيريور والانفيريور ريكتال فينز، هاي الانستموزيس الثالثة. واذا صار عندنا خلل بيها راح يصير او عفوا اذا صار عندنا هايبرتنشن بالبورتال فين راح يصير عندنا هاي مثل هيمورويدز اللي هي البواسير، اذا صار عندنا هايبرتنشن بالبورتال فين بحيث الدم بدا يتجمع بالبورتال بدا يتجمع بالهاي الفينز الموجودات هنا الانترنال ايلياك والانوركتال فينز. هسه وصلنا للكويلياك ترانك او السيلياك ترانك اللي هو يعتبر الارتري مال الفورغات، الفورغات اللي هو الجزء من الدايجستيف سيستم او الابر بارت مال الدايجستيف سيستم مثل الستومك والشي يسمونه او الايسوفيجس. وهاي هذا السيلياك ترانك او الكويلياك ترانك arises من T12 إلى L1
هاي مالت الارايزمنت. طوله 1 الى 2 سنتيمتر لونج باسز فورورد بتوين ذا دايفراجماتيك كرورا. الكرورا اللي هي ذني هاي الدايفراجماتيك كرورا رايت وهاي الليفت بيناتهم مثل ما تشوفون هنا بيناتهم هنا تقريبا يطلع الكويلياك ترانك من الايورتا. هذا يعني بتوين الرايت والليفت كراسز او كرورا، كراس الجمع وكرورا المفرد. Surrounded by the coiliac plexus ganglia and lymph nodes. هسه خنطلع الكومبليت اناتومي. هسه هاي اول شيء، هاي اللي هو الcilic trunk، هنا مسميها ciliac trunk بس هي نفس الشيء coiliac trunk او ciliac trunk. هاي أو اللي هي ciliac trunk، هاي الايورتا اللي تطلع منه، هاي الايورتا الابدومينال ايورتا قلنا محاطه بالplexus اللي هي ciliac plexus اللي هي هاي، بالاضافه الى ciliac ganglia اللي هي هاي، والليمف نوز. هسه حطلع الليمف نوز وراها اشيلها مرة لخ. هاي السيلياك ليمف نوز محاطة بالتحوط همين السيلياك ترانك. اشيل هاي. هسه يقول انه عدة ثلاثة برانشز. البرانش الاول اللي هو الليفت غاستريك ارتري والسبلينيك ارتري بالاضافة الى الكومون هيباتيك ارتري. الكومون هيباتيك ارتري مرينا عليه قبل شوية هيجي. هسه وصلنا للليفت غاستريك ارتري اللي هو هذا. هذا left gastric artery. left gastric artery راح يمشي باتجاه الكارديا اللي هو smallest branch مال برانشات مال سيلياك ترانك. فهسه راح يمشي باتجاه الكارديا اللي هي هاي الكارديا، وراح ينقسم قبل لا ينقسم يمشي باتجاه الكارديا ورا البيريتونيوم اوف lesser sac. اخذنا شنو lesser sac بالمحاضره الثالثه. راح يمشي ورا البيريتونيوم مالتها. هسه مو قلنا راح يمشي باتجاه الكارديا، من يوصل للاوجي جانكشن اللي هي هاي الاوجي جانكشن راح يعطينا تو بارالل برانشز اللي هو هذا البرانش الاول اللي هو اللور ايسوفيجال برانش، هذا البرانش الاول، والبرانش الموازي له اللي هو هذا البرانش الثاني اللي هم هنا اعتبروه تكمله من الليفت غاستريك ارتري. هسه راح يعطي تو بارالل برانشز اللي هو هذا وهذا وهذا، ذني اثنين ذني التو بارالل برانشز يمشن على اللسر كيرفيتشر مال ستومك اللي هي هاي اللسر كيرفيتشر مال ستومك. وهمينج كاتب المحاضرة enters between the two layers of lesser omentum، راح يمشي بين ال two layers مال lesser omentum اللي ذكرنا شنو قصده between two layers مال lesser omentum اللي هو أصلاً أكو هواي arteries يمشين بهاي المنطقة. gastric branches pass to both surfaces of stomach from these arteries. هسه ذني البرانشات مثل ما تشوفون هاي أكو برانشات هنا وهمين هنا برانشات، لان البرانشات هيك رايحات للبوث سيرفيسز مال ستومك اللي هي هاي السيرفيس قصده وهاي السيرفيس، خلينا نشيل السكلتون وهاي السيرفيس اللي حيروح لهن البرانشات مال ليفت غاستريك ارتري. هسه وصلنا للكومون هيباتيك ارتري اللي هو السكند برانش. هنا راحت السيلياك ترانك، انتم ما يحتاج تشوفوها شفتوها. هسه الكومون هيباتيك artery اللي راح يعطينا two branches اللي هو أول واحد الجاسترو دودنال برانش بالإضافة إلى ال proper hepatic artery. هسا هو أول شيء ذكر الجاسترو دودنال artery أو برانش، فهسا إحنا خلنا نبدي بال proper hepatic artery مو بعد في السلايد الوراء، يعني قلبوا على السلايد الوراء. ثاني شيء اللي هو قلنا proper hepatic artery راح يصعد بالfree border مال lesser omentum. هاي شرحنا شنو قصده بالfree border مال lesser omentum يعني، وهمين راح يمشي ويا البورتال فين وشي يسمونه ايه هو راح يمشي ويا البورتال فين مثل ما ذكرنا. فهنا ايش راح يعطي؟ راح يعطي right gastric artery which passes along the lesser curvature and divides into two branches. هذا اللي هو lesser gastric artery، العفو right gastric artery اللي هو هذا، هذا right gastric artery واللي راح ينقسم الى تو برانشز. اعتقد قصده بالتو برانشز هذا البرانش وهذا البرانش، يعني هذني التو بارت هذا وهذا، بس هو على العموم كومبليت اناتومي مبين. فخلينا نقول انه هذا البرانش الاول اللي هو هذا، وبعدين ينقسم برانشين وهذا البرانش الثاني، هذا الرايت غاستريك ارتري، وراح يسوي لنا انستموزز ويا الليفت غاستريك ارتري. نعم مبين بس كلش قريبات، يعني هاي نص سنتيم الواصلات راح يصير انستموزز بكومبليت اناتومي. على العموم هو بين الليفت غاستريك ارتري اللي هو هذا والرايت غاستريك ارتري اللي هو هذا، والاثنين هن يمشن على اللسر كيرفيتشر مال ستومك، هاي اللسر كيرفيتشر مال ستومك، لاني راح يسوون انستموزز. ends by dividing into right اللي هو هذا الرايت، هذا الرايت غاستريك هيباتيك ارتري and the left هيباتيك ارتري، هذني الاثنين وهذا البروبر هيباتيك.
هسا خلينا نرجع للبداية للسلايد اللي وراء اللي هو الكومون هيباتيك ارتري. هنا اكو شغلتين ما ذكرتهن، انه هو دايركت تاور ذا بايلوريس بيهايند ذا بيريتونيوم اوف لسر ساك، يعني متجه باتجاه البايلوريس اللي هي هاي مثل ما تشوفون هيك تقريبا، يعني متجه باتجاه البايلوريس اللي هي هاي مال المعدة. Behind the peritoneum of lesser sac, behind the first part of the duodenum. هذا الدودينام، هذا الدودينام، وهذا الكومون هيباتيك ارتري، فراح يكون behind the first part of the duodenum مثل ما تشوفون. يعني هسه اللي يهمنا هو behind the first part of the duodenum. فهسه راح نجي للبرانش الاول اللي هو gastro duodenal branch، اللي هو هذا، هذا الجاسترو دودينال برانش. خلينا نشيل هذا البرانش ما نحتاجه. هذا الجاسترو دودينال برانش. الجاسترو دودينال برانش راح يعطيني ثلاثة برانشات: superior pancreatico duodenal artery. بس نسيت هاي. descends behind the first part of the duodenum. هذا مثل ما تشوفون، هذا اللي هو الجاسترو دودينال برانش، ديمشي دينزل خلف الفيرست بارت مال دودينم، اللي هو هذا الفيرست بارت اوف ذا دودينم، وهذا الجاسترو دودينال ارتري. هسه خلينا نجي على البرانشات مال جاسترو دودينال ارتري. البرانش الاول اللي هو السوبيريور بانكرياتيكو دودينال ارتري، هنا أنا شوي اكو اختلاف بكمبليت اناتومي، اللي هي اكو اثنين، يعني هاي بوستيريور سوبيريور بانكرياتيكو دودينال ارتري وانتيريور سوبيريور بانكرياتيكو دودينال ارتري. لكن على العموم احنا نمشي على المحاضره اللي يقول superior pancreatico duodenal artery passes in the groove between the duodenum and pancreas، يعني هنا بهاي المنطقة اللي هو هذا مثل ما يعني مشابه لهذا، يعني between the pancreas and the duodenum، هاي الفتحة أو هاي المنطقة الصايرة between the duodenum والpancreas ويغذيهن اثنينهن. right gastro epiploic artery. هسه خل اشيل الدايجستيف سيستم وراها ارجعه. هذا الرايت جاسترو خاف يعني تيهتو، هذا الكومون هيباتيك فين ارتري، وهذا الجاسترو دودينال ارتري، وهذا ذني البرانشات الاثنين اللي هي اللي هي البنكرياتيكو دودينال ارتري ذني الاثنين. وهسه هذا الشيء يسمونه الرايت جاسترو ابيبلويك ارتري، هنا انا مسمي جاسترو اومنتال وكاتب جوا اكا رايت جاسترو ابيبلويك، يعني هم يعني يسمى الجاسترو ابيبلويك. هسه احنا خلينا نمشي على المحاضرة الرايت جاسترو ابيبلويك ارتري. هذا الرايت جاسترو ابيبلويك ارتري راح يمشي along the greater curvature great curvature of the stomach. شوفوا هاي هذا هو ال great curvature of the stomach، هذا great curvature of the stomach، وهو دا يمشي along it along the great curvature of the stomach between the two layers of gastro colic omentum. Gastrocolic omentum يعني راح يمشي between the two layers of the gastrocolic omentum. في حال انه ما قارين المحاضرة الثالثة يعني انصح بشدة انه تروحون تقروها، لكن الgastrocolic omentum اللي هو هذا الـ greater omentum، هذا الارتري ده يمشي between the two layers of it، يعني مالت الـ two layers between them. انا ما اقدر افصله يعني او اسوي له شيء فيعني ما راح يبين، بس هو الgastro epiploic artery ده يمشي between the two layers مالته. هنا انا شوية مبين تشوفون ذني ممكن يبين شوية، وهو ده يمشي between the two layers of the greater omentum، راح يعطينا البرانشز اللي هي الجاستريك برانشز اللي هي ذني اللي يروحن اللي غذن المعدة، ذني الجاستريك برانشز اللي يجن من شنو من الرايت جاسترو epiploic artery، بالإضافة إلى epiploic branches. خل أشيل هسه الجريتر اومنتم اتبعوا هي هذا ذني هن الepiploic branches، بس تشوفوا أول ما أشيله راح يبينن هن جوا، تشوفون نفس الشيء يبينن. هذني الابيبلويك برانشز، هنا انا مسميهن الاومنتال برانشز بس كاتب جوا اكا ابيبلويك برانشز او اي كي اي نفس الشيء. على العموم ذني هن الابيبلويك برانشز اللي يغذننا او اي يغذون الجريتر اومنتم اللي هو نفس الجاستروكوليك اومنتم، الجريتر اومنتم نفس الجاستروكوليك اومنتم. فهسه ايش صار عندنا؟ الجاسترو دودينال اللي يمشي بس behind the first part of the duodenum راح ينقسم لنا الى ثلاث برانشات، احنا شرحنا اثنين. البرانش الاول superior pancreatico duodenal artery اللي يمشي between the pancreas والدودينم مبين من اسمه ويغذيهن، والبرانش الثاني اللي هو right gastro epiploic artery اللي راح يمشي between the two layers مال great omentum
وراح يمشي هم من along the great curvature of the stomach اللي هو هاي the great curvature between the two layers of the greater omentum وراح يعطينا two branches الgastric هنا مو اثنين برانشات وإنما مجموعتين من البرانشات اللي هي الstomach branches أو gastric branches الgastric branches اللي راح يغذونا المعدة اللي هنا دني بالإضافة إلى الepiploic branches اللي هنا دني اللي راح يروحن للgreater omentum ويغذوه هذا هاي الجريت اللي هي الجريتر عفوا الابيبلويك برانشز وهسه اخر شيء اللي هو السوبرا دودنال اند ريترو دودنال ارتريز اللي هن ما موجودات في الكونفليت اناتومي فما راح اطلعهن تو ذا فيرست بارت اوف ذا دودنم ثاني حيروح للفيرست بارت مال دودنم هسه خلصنا كومن هيباتيك ارتري بقى لنا بس سبلينك ارتري هسه هذا هو السبلينك ارتري ويا البرانشات مالته يعني شويه كبير يعني قبل شوية من طلعت لكم اياه كان بس يعني السبلينك بارت اللي هو هذا السبلينك ارتري هسه ويا البرانشات مالته على العموم السبلينك ارتري هو اللارجست اوف ذا كوليك برانشز كورسز تو ذا ليفت بيهايند ذا بانكرياس اتينينج تورتشوس او تورتشوس ما متاكد من اللفظ كورس توجذر وذ اتس فين راح يمشي بيهايند ذا بانكرياس خلف البنكرياس وعده مال وكورس مالته يصير زقزاق هيك او متموج والفين مال والفين ما تهمين نفس الحالة اللي هو هذا شوفون همين متموج شوية هذا السبلين فين both lie in front of renal vessels هسا هذا السبلينك artery وهذا اللي هو renal artery هذاني العفو renal veins هذاني renal veins renal vein هسا شوفوا لي السبلينك artery قال إنه يمشي in front of renal vessels هذا السبلينك ارتري خليني اشيل هاي وهذا الرينال ارتري مثل ما تشوفون هذا السبلينك ارتري فده يمشي قباله in front of it هو فهسه حشيل الفينز بعد ما نحتاجهن فهسه مثل ما قلنا انه البوث اللي هن الفين والارتري مال السبلين يمشن in front of renal vessels راح يمشن forward turns forward between the two layers of lino-renal ligament to reach the hilum or hilum of the spleen. خلنا نطلع صورة. أول شيء lino-renal ligament هو نفس spleno-renal ligament. نفس الشيء بس اسم ثاني. هسا تشوفون هذا gastro ligament, gastro splenic ligament وهذا rhino-renal ligament. تعالوا لي هنا على هاي الصورة. هذا هو gastro splenic ligament اللي هو هياته نفس الشيء. وهذا هو اللاينو رينال ليجمنت اللي هو هذا هنا انا بس اوضح هسه هاي الكوليك ترانك وهذا السبلينك ارتري راح يجي ويدخل باللاينو رينال ليجمنت مثل ما قلنا انه الارتريز والفينز اغلبيتهم راح يمشين بين ذا تو لايرز اوف ذا فيزرا او تو لايرز اوف ذا بيريتونيوم اللي هي هاي مثلا وهاي فهذا السبلينك ارتري هذا السبلينك ارتري راح يجي ويدخل باللاينو رينال ليجمنت قلنا وراها يدخل للهايلم of the spleen على مود يغذيه turns forward between the two layers of the lino-renal ligament to reach the hilum of the spleen نفس ما قلنا هسه البرانشز مالته أول شيء البنكرياتيك برانشز هن ثلاثة هذا الأول الدورسال بنكرياتيك هاي بس بالتطبيق يعني بالمحاضرة ما كاتب هيك وهذا الثاني الجريت بنكرياتيك وهذا الثالث التيل أو artery of to tail of pancreas لأن ثلاثة من البنكرياتيك branches أو البنكرياتيك branch يغذون البنكرياس خلينا نشيل هنا هسه على العموم خلصنا من البنكرياتيك branch هسه السبلينك branch اللي هو هذا اللي يروح للسبلين ويغذيها لأن الهوسه اللي هواي صايرة هنا لأن السبلينك artery أو السبلينك branches مال السبلينك artery هسه short gastric artery اللي يروح للمعدة ويغذيها اللي هو هذا short gastric artery نضيف في المعدة هاي هذا short gastric artery راح يغذي لنا المعدة من هذا البارت من هاي الجهة هسه خلينا نشيل الدايجستيف وبقالنا تو برانشز لا هو بقالنا العفو برانش واحد بس قبل لا ابدي بالبرانش الاخير يقول لك شورت جاستريك تو ذا جاستريك فاندس راح يروح للفاندس ان ذا جاسترو سبلينيك ليجمنت وحيمشي بالجاسترو سبلينيك ليجمنت
اللي هو هذا تشوفوا هذا الشورت جاستريك ارتري، هذا الشورت جاستريك ارتري ويمشي بالجاسترو سبلينيك ليجمنت. هسه اخر شيء وصلنا اللي هو الليفت جاسترو ابيبلويك. هذا الليفت جاسترو ابيبلويك نفس صاحبه اللي كان بالشي يسمونه بالجاسترو دودنال ارتري، البرانش مال جاسترو دودنال ارتري، تذكرون قلنا اكو رايت جاسترو ابيبلويك ارتري، هذا الاخ اللي هو الليفت جاسترو ابيبلويك ارتري. هسه خلصنا، يعني صار عندنا رايت جاسترو ابيبلويك وليفت جاسترو ابيبلويك. فهذا الرايت جاسترو ابيبلويك نفس الليفت بالضبط، همين راح يمشي بتوين ذا تو لايرز مال جاسترو كوليك ليجمنت او نفس هالشي يسمونه نفس هالجريتر اومنتم، supplying to the stomach and greater omentum، راح يغذي لنا الجريتر اومنتم والستمك باعتبار مالته البرانشات ذني تشوفوهن، هذني البرانشات مالته يغذي لنا الستمك. يعني نفس الرايت جاسترو ابيبلويك بالضبط، الرايت جاسترو ابيبلويك اطى برانشات وغذى هذا البارت من الستمك، خلينا نضيفه بس حصر هوسه لا ما نضيف. هذا قلنا الليفت جاسترو ابيبلويك نفس الرايت جاسترو ابيبلويك اطى برانشات على مود يغذن شي يسمونه دي يغذن هذا البارت من الاستومك، وقطع برانشات باقية البقية مال البرانشات اللي هي سميناهن الابيبلويك برانشز اللي هن ذني الابيبلويك برانشز، تذكروهن اكيد ذني الابيبلويك برانشز. فهسه هذا صاحبنا ليفت جاسترو ابيبلويك ارتري، هم من قطع برانشات دي يغذي الجاستريك او المعدة، وقطع برانش اللي هو هذا اللي هو الاومنتال برانش او الابيبلويك برانش، يعني نفس الرايت ابيبلويك رايت ابيبلويك ارتري. ويقول لك اخر شيء then anastomosis with the right fellow اللي هو صاحب اللي رايت يعني الرايت ابيبلويك ارتري. هسه هاي ضفته هذا الرايت ابيبلويك ارتري اللي هو غذانا جزء من الاستومك نفس الليفت اللي هم غذانا جزء من الاستومك، وقطع برانشات اللي هن دني اللي هي الاومنتال برانشز او الابيبلويك برانشز ذني، وهذا همين قطع ابيبلويك برانش اللي هو هذا هذا الابيبلويك برانش، وحيسوون اخر شيء انستموزز ويا حيسوي انستموزز ويا الرايت ابيبلويك ارتري اللي هو هذا اللايت رايت ابيبلويك ارتري. بس منين يسوي انستموزز ما متاكد بالضبط، ممكن من هنا حاله حال الليفت جاستريك والرايت جاستريك ذني، تذكروهن قلنا هم من يسوون انستموزز هذا الرايت جاستريك والليفت جاستريك هذا ذني، ويا اما فهسه قلت يا اما من هنا يا اما يعني من هنا تشوفون هو مرتبط يعني مرتبط هذا تشوفون هذا الليفت برانش مال الليفت ابيبلويك ارتري او الليفت ابيبلويك برانش مرتبط هنا ويا شو يسمونه رايت ويا ذني البرانشات الابيبلويك برانشز مال رايت ابيبلويك ارتري. وها هي بعد ما خلصنا السبلينك ارتري خلصت المحاضره، وشكرا جزيلا وان شاء الله ما قصرت وياكم.